طيب جالنا اجيلك يعني في الحوار، يمكن المباراه اللي فاتت اتالقتي بشكل كبير، واحنا حتى اشدنا في الاستوديو التحليلي هنا، كنت في ليكي دور مهم جدا دفاعا وهجوما خاصه في الريباوند، انت من اللاعبات اللي روحها عالي جدا جدا. كلميني على مباراه الجزيره، يمكن كانت مباراه مهمه وحصل هزه في الاول كده، بس الثالث والرابع كنا تمام. بص يعني هو احنا ماتش الجزيره ده هو كان فاينل بالنسبه لنا كده كده، واحنا كنا قبليها لسه بنبوند مع بعض، ان احنا بنحاول نقرب من بعض ونعرف بعض، ان احنا فرقه يعتبر جديده، فحاولنا يعني حصل لنا كذا دروب في الاول، بس الناس كانت دايما بتشوف ان ايه ده، دول خسروا دول، لا لا هو احنا لسه بنبوند، بنعرف بعض، بنلعب مع بعض عشان ناخد على بعض، عشان يلاقوا اللي هم متوقعينه. فكان بقى عايزين احنا بقى لنا حبه كنا اوف يعني كان بنتمرن وكده، فكنا عايزين بقى نوري الناس ان احنا ابتدينا نبقى فرقه تانية اللي هم مستنيينها، فكنا عايزين نعمل ده. فالماتش يمكن كان أول في الاول كان يعني كان مأزم شويه، او مش كان مأزم، هم كانوا برضو بيلعبوا حلو قوي واحنا كنا اوف سنه، بس بقى فوقنا اللي هو يا جماعه يلا يلا مش هينفع، احنا تحت ضغط وبريشر مش طبيعي، بس اللي هو لا يا جماعه احنا لازم نوري الناس بقى لعبنا. فقبل ما فوقنا طبعا تحولنا، ابتدينا بقى البريشر يروح وابتدينا نلعب لعبنا ونلعب مع بعض، فدي طبعا فرقت يعني، هي كانت دي اهم حاجه.